دكتور حسين، تحدثنا عن اليد الطولة الأمريكية على الخارج، على غزة، على المسلمين، على العرب في العراق، يعني دائما يد الولايات المتحدة طولة على الخارج، ولكن الآن نتحدث عن يد طولة للولايات المتحدة على الداخل. يعني ما ذكرته أنت عن النواب الأمريكي أنه أقر مشروعا بمنع تحويل أو بمنع رفض أي أو تأخير أي مساعدة لإسرائيل، هذا يعارض الاحتجاجات الطلابية التي صارت في أمريكا. ليس هذا فقط، اعتقال أستاذة بجامعة كاليفورنيا لدعمها الحراك المساند لغزة، الإف بي آي تستجوب المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي لأنه يدعم حماس. إذن الآن اليد البطش الأمريكية على مواطنيها لأول مرة في التاريخ. نعم، فيما يحصل في الداخل الأمريكي هناك حراك، لابد من الإشارة إلى قضية في غاية الأهمية وهي الحاضرة حاليا، وهي تراجع السردية التقليدية القائمة على العلاقة الإسرائيلية الأمريكية، القائمة على تعليل أخلاقي استراتيجي للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية. هذه السردية تراجعت بشكل كبير وتآكلت، وخاصة لدى الفئة الشابة من المجتمع الأمريكي، ما تتراوح أعمارهم من 18 عاما إلى 30 عاما. هذا الحراك الكبير في الجامعات الأمريكية هو حراك ضاغط وحراك مؤثر، نقل القضية الفلسطينية من القضية المحلية والأقليمية أصبحت قضية عالمية في الرأي العام العالمي، سواء في بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، أوروبا، أستراليا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن إذا ذهبنا إلى تفاصيل ونسيج المجتمع الأمريكي، نحن نتحدث عن ثلاثة أجيال. الجيل الشاب هو الناقم على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للاحتلال، والذي يرى أن إسرائيل تشكل تهديد للسلم والأمن الدولي وتحتل شعب آخر وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. والجيل الثاني هو الجيل ما بين 30 عام إلى 50 عام في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين يتعاملون مع الاحتلال الإسرائيلي من منطلق المصالح، وهناك العلاقات الدولية القائمة على أساس المصالح وتحكم اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية في إمبراطوريات المال والأعمال والشركات الأمريكية العابرة للقارات. والجيل الثالث هم الذين تتراوح أعمارهم في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين 50 عام إلى 70 عام أو 80 عام، ومن ضمنهم الرئيس جو بايدن والرئيس السابق ترامب وغيرهم من الساسة الأمريكيين الذين يسيطرون على الجناح التقليدي للحزب الديمقراطي وعلى أغلبية الحزب الجمهوري، والذين ينظرون إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في الحزب الجمهوري من منطلقات ذاتية عقائدية بدعم إسرائيل وتفوقها استنادا إلى نبوءات توراتية إنجيلية دينية. والحزب الديمقراطي التيار التقليدي فيه ينظر استنادا إلى قضية الهولوكوست والمحرقة التي حلت بالشعب اليهودي في أوروبا، وتضامنهم مع الصهيونية العالمية، وهي هم جزء أساسي من الصهيونية العالمية. ولكن هذا الجيل الشاب الذي نراه اليوم يتمرد في الساحات والميادين العامة والنخب السياسية أو الثقافية والعلمية في الجامعات، يعني بعد سنوات قليلة سيصبحون هؤلاء في مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون هناك تأثير على السياسة الخارجية الأمريكية. أهم ما يقلق حاليا القيادات التقليدية في الولايات المتحدة الأمريكية سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، واللوبي الصهيوني الفاعل والمؤثر في الولايات المتحدة الأمريكية، هو أن هذا الجيل الشاب متحرر من كل القيود والاعتبارات السياسية والأيديولوجية في حركة ديناميكية داخل المجتمع الأمريكي بتحوله إلى حراك اجتماعي سياسي، بمعنى أن كل العلوم تفسر أن العلوم السياسية هي جزء من علم الاجتماع وعلم الاجتماع السياسي. هذا الحراك السياسي يتحول إلى حراك اجتماعي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء الطلاب والنخب والأساتذة لديهم عائلات ولديهم امتداد اجتماعي في المجتمع الأمريكي، وهذا ما يؤثر على تحول بنيوي، ولكنه حتى اللحظة بحاجة إلى سنوات، مدة 10 سنوات على الأقل،
حتى يصبح هناك إرادة سياسية فاعلة وفعل سياسي وقرار سياسي حقيقي في تغيير موقف الولايات المتحدة الأمريكية من العديد من القضايا في العالم، وأهمها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والدعم الدائم واللامحدود المطلق لدولة الاحتلال الإسرائيلي.